سرية بياناتك على تطبيقات تحويل الأموال من الأمور اللي لازم تاخد بالك منها كويس جدا وانت بتقوم بتحويل أو استقبال فلوس، لأن وارد جدا يتم اختراق هذه البيانات، ومن حين لآخر بنسمع عن هاكرز دوليين اخترقوا قواعد بيانات كمان. ده اللي هيخلينا دلوقتي نقدم شوية نصائح مهمة في هذه المسألة الغاية في الخطورة والأهمية. طبعا تسهيل التحول الرقمي وعمليات البنكية ان هي تتم على الانترنت او حتى في تحويل الأموال والمحافظ النقدية المختلفة، كل ده جميل جدا، بس كل حاجة سلاح ذو حدين. طبعا ازاي نحمي نفسنا، نحمي بياناتنا، وازاي نسهل ونوفر على نفسنا الوقت والتكلفة. خلونا نتعرف بشكل اكتر قرب عن الموضوع ده مع دكتور محمد رفعت، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل عليك. صباح الخير. صباح الخير للاستاذ المشاهدين. اهلا بيك. ازاي نقدر نتعامل بشكل سلس كده ويسير وانا قاعده في مكاني، اقدر اعمل كل المعاملات سواء البنكيه او التحويل للفلوس النقديه، واحافظ على سريه بياناتي وامنع ان حد يدخل ياخد الكروت بتاعتي او ارقامها ويستعملها؟ هو احنا لازم نبقى متفقين في الاول انه ما دام انت حاطط بيانات على الموبايل بتاعك يبقى هي في خطر عليها اكيد، يعني دي اول حاجه. بمعنى ايه؟ عشان نقلل الخطر ده، انت حاطط دلوقتي بياناتك على بيئه مش شرط تبقى مؤمنه 100%، فبالتالي لازم يعني زي ما تبقى كاتب ورقه وكاتب فيها يوزر نيم وباسورد او كاتب فيها رقم حسابك البنكي حاططها في الشنطه، لو حد فتح الشنطه هياخد الورقه دي او يقرا اللي فيها. طب يعني ما احطهاش على التليفون، ما احطها فين؟ احتفظ بيها فين؟ لا هنتكلم بس انه من الاول كده لازم نبقى عارفين من الاول ان انت عندك ريسك ده، حاطط بياناتك على ايه؟ على اي بيئه الكترونيه، ده لابتوب موبايل اي حاجه، انت عندك مشكله ان الحاجه دي موجوده ممكن اونلاين، يعني دي اول حاجه. فعشان نامن الدنيا دي مطلوب كذا حاجه. اول حاجه ان انت تطمن ان البرنامج التشغيل بتاع الموبايل بتاعك ده متحدث، دي اول حاجه على مستوى الاندرويد ايفون اي او اس اي حاجه انت شغال فيها، الاوبريتنج سيستم بتاع الموبايل بتاعك ده يبقى متحدث على اخر حاجه ابديت، لان الثغرات الامنيه بتتحدث عليه. تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه انه بيجي لك بعد كده البرنامج اللي انت بتشتغل عليه، لازم يبقى الجهه اللي ورا البرنامج اللي انت شغال عليها دي جهه معروفه ومعتمده ومضمونه، يعني اول ما تدخل على ابلكيشن بنك يبقى انت عارف ان ده الابلكيشن الرئيسي بتاع بنك. بتشتغل لقيت واحد بيقول لك ابلكيشن بيسهل المعاملات البنكيه وكل الناس اللي منزلينه مثلا 10,000 وما تعرفش مين الجهه اللي وراه، يبقى ما تشتغلش بيه. او مش موجود على المتاجر الالكترونيه الخاصه بالتليفون بتاعك. لا ممكن يبقى موجود على الكمبيوتر الالكتروني ويبقى وراه هاكرز عادي. بالظبط كده. فدي لازم الجهه اللي ورا التطبيق تكون جهه انت ضامنها. تمام. يعني تبع البنك المركزي، تبع البنك بتاعك. بالظبط كده. يبقى لازم جهه مضمونه، دي اول حاجه. كل تاني حاجه مفيش جهه انا عامل معاها حساب بنكي او معاملات بنكيه هتيجي تطلب مني ابعت لي مثلا الرقم السري بتاعك، ابعت لي اليوزر نيم والباسورد بتاعك، دخل لي الميل بتاعك، الكلام ده عندهم اوريدي. فمفيش يعني. طيب هو في رسائل بتيجي كده، في رسائل بتيجي على التليفون كده دايما يقول لك انا براجع بياناتك ابعت لي كذا، يعني ازاي نقدر نوعي اي حد بيستقبل الرسائل دي ان هو ما يتفاعلش معاها الا اذا كان واثق من مصدرها؟ هو انا بقول لحضرتك دلوقتي انا البنك اللي بتعامل مع حضرتك، فبياناتك عندي وفي بيننا وبين بعض يوزر نيم وباسورد بتدخلك عندي في الحساب بتاعي. يبقى الرسائل اللي بتيجي ما صدقهاش على طول. اي رساله تطلب منك حاجه اوريدي انت عارف ان دي اللي عند البنك هيطلبه منك ليه تاني؟ يعني هو يقول لك ده خلي رقم الحساب، طب ما هو انت اللي مديني رقم الحساب ده اصلا. ولا حتى مراجعه البيانات ولا اي حاجه. ولا مراجعه بيانات ولا اي حاجه. ما هو انت لا بتشك، يعني انا قصدي انت لو ما شكتش ما هو ممكن يطلع لك الصفحه اللي على الموبايل بتاعك نفس عليها نفس لوجو البنك وعليه اسم البنك ونفس الشكل ونفس الالوان ونفس كل حاجه. طب ابرز ابرز الخدع او الطرق اللي يعني العالم وقف قدامها في هذا الامر كانت عامله ازاي يا باشمهندس؟ المشكله الحقيقيه انه هو الهاكر زي ما تامين البيانات بيتطور الهاكرز برضه بيتطوروا. فدلوقتي كل قصه ان هو هيبعت لك رساله ان في خطا في السيستم وما
وان الابلكيشن ويحط لك نفس لوجو الشركه، وممكن يجي لك اس ام اس بنفس اسم البنك بتاعك، طب انا ويقول لك يعني انا كمستخدم يعني اعمل ايه؟ ما هو برضو اي حاجه، اي حاجه طالبه بيانات ما تبعكش. اي حاجه طالبه. البنك لو عايز حاجه، لو بنك عايز حاجه هيبعت لك، طب يبعت لك ما جواب، هو يبعت لك، حضرتك بتقول، هيقول لك مثلا الحساب بتاعك اما مش يعني ما هو ما فيش حاجه اصلا. حضرتك بتقول دلوقتي ان هو ممكن يبعت لك اس ام اس باسم البنك، طب انا اضمن منين حاجه زي كده يعني؟ ما هو دلوقتي انت في بينك وبين البنك تطبيق، صح؟ تمام. انا بيبعت لي يقول لك الحساب بتاعك وقف، ادخل على التطبيق بتاعي العادي اللي انا بدخل منه هلاقيه شغال، يبقى الكلام ده ملوش لازمه. هي البنوك كمان عادة بتغير الباسورد أو بتغير كلمة السر والدخول كل فترة هو للتأمين. انت هي بتبعت لك يعني تقول لك ان على التطبيق نفسه ان الباسورد بتاعتك مثلا المفروض كل شهرين تتغير مثلا، فانت كل شهرين ممكن او 3 اشهر حسب السياسه بتاعت البنك اللي بتتعامل معاه ممكن يغيرها. دي حاجه. تاني حاجه، انت عشان تامن نفسك من القصه دي بتعمل حاجه اسمها المصادقه الثنائيه. يعني ايه؟ يعني انا اول ما اجي ادخل على حساب البنك هيطلب منك الباسورد، ويطلب منك ان انت تحط مثلا البصمه بتاعتك عشان يشتغل، او يطلب منك انه هيبعت لك رقم كود على التليفون بتاعك، او يبعت لك ميل على الايميل بتاعك. فكده الراجل لو عرف اليوزر نيم والباسورد بتوعك حتى بأي طريقة هيجي يخش، هيبقى محتاج حاجة تانية، محتاج الميل بتاعك، محتاج البصمة بتاعتك، فهيقف. طيب الشراء الإلكتروني، وده طبعا بيستخدمه ناس كتير استسهالا، هل في طريقة ان انا احمي الكارت بتاعي ان ما يتسحبش المزيد من الاموال، ان ما حدش يعرف كلمة السر بتاعته فبالتالي هو ان هو هي يستخدمه؟ نفس النقطة اللي احنا قلناها على البرامج بتاعة البنوك هنقولها على برامج المشتريات. ازاي بقى؟ انا لان ما بتبقاش دلوقتي دايما لا المواقع معروفة زي البنك، البنك له اسمه وكيان واضح، لكن بالظبط ممكن حد لازم برضو يستخدم الجهه اللي هتشتري منها وهتحط فيها هيبقى ليها اكسس على البيانات الماليه بتاعتك يبقى برضو جهه معروفه وموثوقه. يعني انا دلوقتي عايز ادخل اشتري، لقيت في امازون، لقيت في شركات عدد المستخدمين ما كبار احنا مش في هنذكر ثقه فيها. اسماء، مش هنذكر اسماء عشان ما اه نخشش ماشي، بغض النظر عن الاسامي ايوه لازم برضو يبقى نفس الجهه اللي ورا المكان اللي بشتري منه دي جهه موثوقه وليها عدد مستخدمين كبير، بحيث ان انا اضمن ان مفيش يعني ايه مفيش سياسات احتياليه ممكن تحصل. لان انا بسهوله جدا انا ممكن اعمل دلوقتي واحنا قاعدين ادخل اعمل موقع بتاع زي اي شركه بتبيع اي حاجه على النت، واحط لك اجهزه كهربائيه، احط لك حتى عربيات، واقول لك ادفع مقدم والحاجه هتجي لك لغايه البيت. ايوه طيب انا دخلت ما اعرفش الموقع ده قبل كده، بس لقيت فيه اعلانات كده يقول لك تخفيض 20% ولا 40% ولا 50%، واقوم داخل احط بيانات الفيزا بتاعتي، يسحب الفلوس اللي هو يسحبها في الاول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مش هبعت لي حاجة. وده بيحصل فعلا ممكن. فهي دي هي نفس القصة، لازم الجهة اللي أنت تحط عليها بياناتك تكون جهة موثوقة. يعني الشركة دي يكون مثلا شغالة بقى لها 4 5 سنين، بقى لها 2 3 سنين، عدد العملاء بتوعها عدد كبير. في ناس تانية اشتروا منها وما فيهاش مشاكل في الشراء معاها، تدخل تشوف الريفيو بتاع الناس اللي على الويب سايت نفسه اللي أنت بتنزل منه، الناس أه بتقول الشركة دي ملتزمة، الحاجة بتتأخرش، مش عارف إيه. يعني تحس هي برضو ان ايه بمناسبة الريفيوهات بقى، هل دي ممكن التلاعب فيها او ممكن ان اكيد طبعا اكيد برضو اي بيانات على النت ممكن يحصل فيها لعب. يعني انا دلوقتي انا ممكن اصلا اجنريت الريفيوز دي بالاي اي مثلا، طب ما هو يبقى انا عندي موقع ما حدش احنا دخل كده عليه قبل قلقنا كده يا دكتور واحط محمد، احنا كده قلقنا. لا انا بقول بس يعني لازم الواحد يحدث تليفونه اول باول، الباسورد تكون باسورد يعني الكومبلكس بتاعتها عاليه شويه، ايوه يعني تحطها اول حرف من اغنيه معينه انت عارفها، رقم جزء من الرقم انت بتتعامل بيه ما ملوش دعوه برقم التليفون او تاريخ ميلاد، الحاجات الاساسيه دي، بحيث ان وتحط ما تسجلش الباسورد نفسها على الموبايل. تبقى في دماغك بس. صحيح، نصايح مهمه جدا قالها لنا الدكتور محمد رفعت استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، شكرا جزيلا لحضرتك.